كان من اللافت لقاء الرئيس سعد الحريري مع اللواء عباس إبراهيم بواشنطن. من التقى الرئيس سعد الحريري، وهل هناك من دور أمريكي لاستعادة الرئيس سعد الحريري دوره ويعني إقناعه للعودة إلى الساحة اللبنانية والسياسية تحديدا؟ هل أدي ما بعرف، لكن أولا الرئيس الحريري هو قطب من الأقطاب بالبلد بكل الأحوال، بانتخابات ولا بلا انتخابات، بكتلة نيابية كبيرة أو بلا كتلة نيابية مثل ما هو الحال اليوم. ثانيا وهو يعني مرجع بالبلد شو ما كان يكون، حتى لو لم يكن مقيما في البلد. اللواء عباس إبراهيم يعني هذا جزء من مسؤولياته ومن عمله ومن تواصله مع قيادات بالبلد، إن كان هون وإن كان برا. الرئيس الحريري طبعا كلنا بنعرف أنه زيارته لواشنطن هي لأسباب عائلية، لكن لا يخلو زيارة أشخاص بهذا الموقع مثل الرئيس الحريري من لقاءات يمكن أن تحصل مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية. هذا أمر تقليدي ومش أول مرة ومش تاني مرة، ومنه مستغرب إذا إجينا أخبار أنه التقى بفلان وفلان وفلان. إنما واضح أنه إذا التقى ناس من خلف الكواليس، يعني بدون إعلان عن ذلك وبشكل دور أمريكي. ما بعرف الدور الأمريكي مش هيك بيجي. الولايات المتحدة تتعامل مع الوقائع على الأرض، وانكفاء الرئيس الحريري المؤقت حسب يعني لو تعليق العمل، اذا انكفاء مؤقت هو انكفاء بقرار من الرئيس الحريري. اسبابه قصه طويله مش هي اليوم موضوع بحثنا، لكن ما بظن انه الامريكيين هن عندهم دور بهذا الموضوع، علما انه لهم كلمه بالبلد. لكن معلوماتي وهي أن الأمريكيين حتى الآن يفضلون ترك الفرنسي في المقاعد الأمامية يدير الملف اللبناني، وهني بالمقعد الخلفي تركين عاطين هوامش كبيرة للرئيس ماكرون. هذا تفاهم حصل منذ عدة أشهر بين الرئيس بايدن والرئيس ماكرون. برأيك هل سببه يعني الخلاف أو التباعد الأمريكي السعودي اللي سلم هذا الملف للفرنسيين، أو لا الأمريكان هلأ ملتهيين بما يحصل بأوكرانيا؟ هلأ ملتهيين، لكن بالأساس كان في مشكلة مع السعوديين. اليوم العلاقات السعودية الأمريكية بدأت تعود إلى جادة الصواب بين مزدوجين إذا فينا نقول. هناك كلام عن لقاء مرتقب خلال شهر من الآن بين الرئيس بايدن والولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، يعني خيه للأمير محمد بن سلمان، هو صار له حوالي 8 أيام أو 9 أيام بواشنطن، وقد التقى وهو نائب وزير دفاع، لكنه التقى كل المسؤولين المولجين بالملف في العلاقات الخارجية. التقى لويد أوستن وزير الدفاع وكل الفريق العامل معه الأساسي، وخصوصا الفريق التخطيط الاستراتيجي اللي هو مهم كتير بوزارة الدفاع. والتقى أيضا جيك سوليفان يعني بالبيت الأبيض نفسه، يعني مكتب جيك سوليفان اللي هو مستشار الأمن القومي شبه ملاصق للمكتب البيضاوي، أي مكتب الرئيس بايدن. مرات كتير من خلف الكواليس بدون الإعلان يفتح الباب، يدخل رئيس الولايات المتحدة لا يلقي التحية على ضيف موجود وبهمه أنه يحكي معه ويسلم عليه، بيكون عند جيك سوليفان يعني أو عند يعني رئيس مجلس الأمن القومي، مستشار مجلس الأمن القومي. النقطة الثالثة لقاء مع بلينكين وكل فريق بلينكين، يعني وزارة الخارجية. إذن الأمير خالد بن سلمان في شغل جدي وعميق بعودة العلاقات السعودية الأمريكية وتحسنها. الفرنسيين لهم دور نوعا ما فيه، لكن الشغل هو سعودي أمريكي أساسا. هناك أيضا تبدل في لهجة العديد من قادة الرأي بالحزب الديمقراطي أو المقربين من الحزب الديمقراطي اللي هن بالوسط الحزب الديمقراطي، وهولي ما بأيدوا رأي اليسار
أو التقدميين بسموهم البروغريسس بالحزب الديمقراطي الذين يعادون السعودية والأمير محمد بن سلمان. برأيك انعكاسات الأمور عم ترجع تتحسن، انعكاسات هذا التحسن هل ممكن أن ينعكس على الواقع السياسي للرئيس سعد الحريري تحديدا وعلاقته مع المملكة العربية السعودية؟ علاقة الرئيس تقديري، يعني هذا رأي شخصي من معلومات، علاقتي بموضوع الرئيس الحريري يعني العلاقة ورأيي هي إلى علاقة ب المملكة العربية السعودية مباشرة. هذا الموضوع منه شأن أمريكي، قد يكون هناك رأي أمريكي ممكن، لكن هذا علاقة. وما ننسى أنه الرئيس سعد الحريري مواطن سعودي، هو مواطن لبناني وسعودي بآن معا، مولود سعودي، وعلاقته معه سيئة ممكن، لكن هذه العلاقة لا تصطلح إلا بينهما بين الطرفين إذا اصطلحت، وإذا لم تصطلح بيكون الموضوع موضوع ثنائي. المشكلة تتعدى الإطار الأمريكي وتتعدى الإطار الفرنسي، يسهمون يستطيعون أن يسهموا بأعطاء زاوية جديدة للنظر إلى هذه العلاقة، دور الرئيس الحريري بلبنان، دور الرئيس الحريري ربما بصد هذا التمدد للمحور الإيراني، ربما هذا أفكار مطروحة، لكن أنا بعتقد أنه هذه مسألة سعودية مع الرئيس سعد الحريري.